يابا طبعا بين شوطين استراحة. استاذ غالب ما شاء الله ما توقعناك هاللياقة هاي. اشكرك. اقول لي اكو لواعيب لو لا؟ لواعيب لا والله بعدك ماكو. جمهور الاخوان السوريين كثير عنده عشان جمهور السوريين. شو تحب توجه رسالة لسوريا؟ والله ابيها طبخ هي؟ اذا ابيها طبخ. أصدقائنا السلام عليكم جميعا. شلونكم يابا؟ وياي اليوم محمد منورنا ومنور بيتنا يابا. اليوم طبعا الحلقه كلش راح تكون مختلفه ومميزه، وهاي الحلقه طبعا مو بس احنا ننتظرها، يمكن الشعب العراقي كله ينتظرها. زين اليوم راح يجينا فنان المحبوب غالب جواد من الفنانين المشهورين. طبعا محمد بما انه سوري تمام فممكن ما يعرف هاي الفنانين العراقيين. اليوم ان شاء الله حتعرفه. تعرف ونتشرف ان شاء الله يا رب. وها شو جايبين طوبة يانا؟ طبعا غالب جواد يحب يلعب طوبة وجايته من بريطانيا اليوم وجاي على المانيا. يا ابو حابين نلعب طوبة وجاهزين هم انا حيشاركنا. لا انا جاهز معلم. سوريا ضد العراق. انت واحد اليوم. واحد لحالي. واحد بالتسعة. زين فاليوم راح نسأله هم كم اسئلة وراح نلتقي به. طبعا كلش فرحانين بجيته ونشكره انه اليوم راح نقضي وياه يوم حلو. فاللي يابا اللي ما مسوي لايك خلي يسوي لايك ويكمل الفيديو ويانا ويلا ننطلق. أصدقائنا اليوم أحد أوكي وقلنا لازم أنه نتقبله وأكيد باقة ورد ويانا. فبما أنه اليوم أحد وأكثرها العالم أنه مغلقة المحلات فبس أكل بنزيخانة فاتحة، فخلنا نشوف شنو عندهم ورد وناخذه ونطلع عليه. أوكي الله 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 صارت جاهزة يا أبو يلا صارت جاهزة يعني نخليها بالسيارة ونستعد للقاء الحلو. طبعا اللاعب المحترف سنان. هاي الطبة مالتي يابا. طبعا هاي الطبة مالتنا راح ننفخها والفريق ممكن 3-4 راح ننجمع. الله يحسين يابا احنا راح نروح للملعب لو يلعبونه يطردونه. لازم حجز يمكن. والله هنا والله يعني ما اعرف اذا حجز او مو حجز بس هو ذاك الملعب تمام. هسه راح نروح نشوف بس احنا جايبين ويانا سنان العبيدي يطردونه. ايش تتذكر من مهيدي؟ من مهيدي؟ ايه علم ست وهيبه. ايه هو علمني كبسل. تحياتنا له طبعا. طبعا تحياتنا للاستاذ غالب. طبعا هو هاي مسلسل مهيدي معروف به. مهيدي طبعا ما حد يعرف اسمه الحقيقي. اي ما حد بس مهيدي. هو غالب. يابا فاحنا راح نشوف مهيدي اليوم. شوف نشوفكم شنو اللي قاعد يصير بالجو. تمام؟ قاعد يصير بالجو. قاعد تشوفون ذني؟ غربان؟ ما اعرف شنو صاير. لا هذني مو غربان. هذني شلون نوارس يمكن؟ زين؟ غربان. لين احنا موجودين بالملعب. هذا الصوت مال غربان قاعد يحيونه. يابا واخيرا وصل استاذ غالب بالملعب هو قريب تمام؟ وهسه راح نروح نسلم عليه ونتلقاه. وراح ينورنا وراح ينور الملعب واليوم راح نقضي يوم كلش حلو. اوكي يلا خلينا نشوف اللقطه. شلونك؟ شلون صحتك؟ شلونكم يا يوسف؟ شلون صحتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. ان شاء الله الصحه. نورتنا حسين. شكرا على الهديه. لا والله يعني قليله بحقك حبيبي. ترى اليوم ما حد كله معزله. هذا من اصلك وطيبك. حلو الكلام. ترى الجاليه العراقيه زعلوا على حسين. تعرف ليش؟ قالوا له انت تبلغنا جيت رايل بجواد قبلها بساعة. يعني انت للساعة بالست احنا ما بتكلم. اي والله ما حد ما يدري يعني. يابا هلا عائلة نصير. يابا يابا جايين لمن يشوفون يابا؟ شوف غالب جواد يعني ما يشوفوني؟ يلا جايين يشوفون استاذ غالب. معلق حسين وينزل الى الساحة حسين ومعكم المعلقة هيفاء الحالم. من الاخ والحبيب صديق حسين الذهب. احنا نشكرك لان استاذ غالب. لا اجي هنا بسببك. استاذ غالب بما انه فنان عراقي فهو ملك للجميع يعني. حبيبي والله نورنا اليوم نور الملعب هذا. الله يسلمك. بس اليوم بدي اشوف اللعب مالك. اي طبعا. هي نصيب مالتك. شلونك حبيبي؟ قدامك والله. لا شوف ليش؟ انا اشجع تشيلسي. الله عليك. هذا اللي بسله. هذا اللي بسله. لا لا والله انا. لا لا اسمع. والله زعل. اليوم ليش هذا؟ اليوم اللي بسله. يعني بعد اول اول لا لا والله انا عاجبني هذا. والله لا لا ما عليك تشيلسي بشرفي يومين كل منك. خلصت. حبيبي. مين سوق قاعد ينزل؟
حبيبي الله يحفظك سنان مالك على البجامة الحلوة هاي دليتيني فيها انا بديها اسويها الكابتن محمد اسويها الحب مالتي حبي والله خوش يلعب لا 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 يلعبون يلا نصير يا سنان هلا هلا لا 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 هنا حسين ده يتفنن هنا ده صور ده صور ده يتفنن جوال ها حسين الله بالخير يا باللعب مستمر زين منو فاز منو خسر لازم نغلبهم اوكي بس تعبنا عندي سؤال الشيف سنان وياك لو الشيف سنان طاير والله طلع علي كذا من القوم علي كذا من القوم لا تصير على سحبك حبيبي لا 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 اوه الحمالتي والله جابها براسه كفوه حلو كمل حلو 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 يا مك يا صاحب حمودي لا تشيس لا تشيس حمودي حمودي حلوة حمودي الله اوه الله يا مولع بالطوبة كلها شقب شقب يلا 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 بصر حلو 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 لا حلو 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 لا جاي فلوسك يلا علجنا علجنا يا خلي بطل عفيه عفيه سي علي يابا طبعا بين الشوطين استراحه استاذ غالب ما شاء الله ما توقعناك هاللياقه هاي اشكرك قول لي اكل وايب لو لا لوايب لا والله من بعدك ماكو من بعدك ماكو بس ابو حسين وعزل احلى احلى الوايب الماني شفتهم اليوم لا 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 اكو واحد انت اليوم يعني يعني الجاليه اللي شفتها بالمانيا منتخب الالماني يعني شنو الجاليه؟ تقبيطه مالكيه ماكو بنيتنا يعني اي والله كان الانجليز ترى شويه يعني لا شوف يا جاينا من الانجليز يعني ماكو بعدكم حبيبي الله يحفظك والله نورتنا اليوم وكل السعيدين انه انت موجود ويانا انا سعيد بوجودك ولو تعرف الجمهور اللي معلق اليوم عرفوا انه انت موجود هنا بس هو ولو الوقت كان يعني تحياتي بستة الصبح تحياتي لهم صارت الجيه سريعه لانه عطله الهافتر اي والله مالت المدارس فاجينا زياره عائليه للاهل ف وشفت هالوجوه الطيبه الله يحفظكم بس ما فيهم لاعب لا لا هو السؤال الوحيد اكل وعيب لو لا والله ما اكل وعيب بس زين جاوبنا جاوبنا على هذا السؤال انا اول شيء مصاب انا مصاب وانا انا هذا شايف هاي الكلاوات يجوز من احنا بخير تحياتي لك حسين والجمهورك الكريم بعد اللعبه ما منتهي اصلا واحنا فايزين عليكم 3-1 وانا فريق غالب لا شلون 3-1 3-2 يا 3-2 3-2 اي ان شاء الله اليوم النتيجه مال برشلونه والريال 3-2 برشا شو تشجع يا ريالي ريالي يا ريالي لا لا منصف منصف ها منصف هي يمكن اللعبه بادي هسه اللعبه لا لعبه يعني من طلع ميسي صارت ما بيها صار ما بيها ذاك التشويق الكبير اي صحيح نتمنى انه نشوف مباراه حلوه لان الفريقين عظماء اي صحيح يلا ان شاء الله اليوم برشلونه تفوز حبيبي حبيبي حسين حسين شكرا طبعا حسين
جمع هاي الناس الطيبة. والله اللي جمعهم استاذ غالب. لا لا ما يخالف. زين واكو ناس ما دبت بالموضوع. انت سباق بال. والله انت دائما تجمعنا. دائما انت تجمعنا بذيك الايام الحلوة. يلا بس استاذ غالب هاي مو جاي يعني. اشتاقين القيمة. والله اي والله. اي والله. والله نورتنا. ومن تبريك صار انت كم تجيك يمكن من قبل ابو حسين بيا تكلم 3 سنين اكثر. قال لي قلنا له احنا ترى انا وحسين حياتنا من اول ما بديناها شفنا المسلسلة وبعد هاي المشهد الأقوى الخطر اللي هو نزلته بالبلوعة. زين اي والله لا لك مادي لا مادي اطلع لي قشمر مادي اعطي قشمر لك مادي يعني هذا العمل باقي بالذاكره. اي والله حتى لو كان صار انا شفت تفاجئت يعني طبعا هذا ايه 2005 و2010 و2011 يحبون المسلسل هذا. تعرف تعرف شو يقولون؟ وكر ذي بعد يقولون بلكي يصير جزء ثالث يمكن بيها ثاني جزء ثاني ثاني هو صار لا صار النقاش بالموضوع يسار والله يا ريت هاي المسلسل يعني ترجع ريفنا الان جزء ثاني بس جزء ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني بشوف يا با هاي بتمثيل اذا محتاج اول واحد اخذه زين شي سنان احنا نجي ها ايش يطلع اطبخ لي اطبخ لي بالجراج بالجراج يطق البيض ابو الجراج الجديد الذب اللي قبل بالنوع الثاني ولا مقرع ابو الجراج الجديد لا هو شي يسوي والله عمل يعني هو تعرف شي يسوي بهذا المشهد مشي يطق البيضه بس ما يذبه بالطاوله وش يقول ويلي هذا والله العظيم زين اعمالك الجديده ماكو شي حصري اكو على اساس عمل عربي بس لحد الان ما صار الاتفاق واكو فيلم اي فيلم يعني اكو ان شاء الله قريب والله قريب يعني فيلم يعني فيلم كبير جدا عربي لو عراقي راح يكون لا والله يعني مشترك بالمشترك يعني حلو يعني عربي منطقه يعني الدول المجاوره كلها يعني اكثر شيء راح يكون العراق لو مصر لو الممثل العراقي الستاف يكون من دولة أخرى حلو المخرج عراقي حلو معناته عراق صار راح يرجع لنا الهدف الثاني أهم شيء يمشي الممثل يعني أهم شيء الممثلين العراقيين يعني فيها طبخ هي؟ إذا فيها طبخ تسعدني تسعدني ممثلين سوريين هنا أكو حبيبي والله أحلى ناس تخير الله جمهور الإخوان السوريين كثير عندنا شيء جمهور السوريين شو تحب توجه رسالة سوريا الشعب السوري غصة بالقلب كل ما أتذكر شام أتذكر سوريا والشعب السوري كل سوريا يعني طيبين والله يعني أهلنا أكيد إن شاء الله ترجع وهي راجعة يعني إن شاء الله بلد عظيم يابا جاهزين جاهزين يا جاهزين انتهت يابا اللعبة حبيبي يابا خصمانة والله شيف سنان شيف سنان خطمانة والله خصمانة يابا يابا لا بعد ما تجي ما شاء الله يابا طلع ماكو لاعب اكو لواي لا والله يا 5-1 مو 5-1 5-1 عمي 5-0 5-0 5-0 يا ابو علاوي والله يا ابو علاوي انت المهاجم مالنا سنان وانت تتوقع احكي لي القصه اكو لاعب غير قال على اساس ارد العب وياكم هاي اسوي لي هاي منو وين تعال عمي تعال 5-0 الشوط الاخير المصيبه قال لي جايلك لواعيب وين لواعيب عمي ما ادري سنان المهاجم مالتنا قول علي قول يا ابو علاوي احلى شيء لما احلى شاي ما تنعاد بكيف أيوة السلام والله كلش حلوه والله احلى شاي احلى شاي لما الحلوه تونسنا يا ابو يعني احنا بمدينه واحده بس ايش صار ما شايفهم الولد أيوة بس هو بس هو الشباب بس هنا عندنا ما شاء الله جاي متحلف علينا من بريطانيا اي من يعني احنا قلنا يلعب تشيلسي احنا قلنا كلاوات يلعب مو شو طلع شنو جاب منا وده منا وشنو هاي الحقوه ماكو شيء مسحلق خلص بس احنا هنا
الجماعه مخلصين يعني ثلاث ارباعنا. لا 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 اللي يصور يلعب. اللي يصور يلعب ويراوغ. لا تعال تعال صدق صدق صدق. اعطينا شهاده من يعني شفته اليوم يعني شوي ينطلع بيبي لازمه. والله بس ها يعني ماكو ما بدون خجل. اللي شفته انت تلعب. بس عندك مشكله لا بس مو ايه صحيح هذا مالت اللعب هذا انا والله يسمع عندك عينك بس عندي الشيف هنا اشتغلت يزعل عليه قال مو صوتي صوتي لا لا الشيف يلحقوها هيك يلحقوها رطبه هي المشكله صابون يمكن هي المشكله انا حذائي 43 شو صار 46 علي لقى واس يشطله صار عندك محمد كذلك لاعب محمد لاعب خطير محمد لاعب وبعد عندنا عندنا ابو حسين ابو حسين يعني ملك الوسط بس شنو شايف لما يكون نصير خوش قلتي نصير خوش قلتي لا ابو الاخضر ابو الاخضر ابو الاخضر يا ابو حسين المدرب 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 مالتنا مشجع جاي ماكلتني على الجول نظور ملك الحراسه يوسف يا تعبناك اليوم يوسف طبعا وصلنا اليوم للنهاية وكلش فرحنا اليوم بشوفتك استاذ غالي حبيبي الله يحفظك شكرا جزيلا لكم شكرا على الورد شكرا على استقبالك والله شكرا على هالورود اصلا هي ورود موجودة ما مو الورد بس والله معطرين يعني والله معطرتوا المكان كله والله هاي فرصة ان اليوم نلتقي بك يعني من احنا صغار ومتابعيك واخيرا حقق الحلم بس احكي لي بالاخير المباراة كانت جيدة والله اكيد جاي من انجلترا منو خسر مو جيدة خسرنا بجدارة اخر المقولة العظيمة شنو تقول؟ ماكو لعبنا اللعب لهنا واقطع شكرا يلا يا يلا نشوفكم بخير مع السلامة مع السلامة